بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين المترمون الحكام العادلون يسرني ويسعدني أن أقدم لكم كلاما عربيا تحت الموضوع بلادي ماليزيا. أيها المستمعون الكرام، ماليزيا هي دولة اتحادية ملكية دستورية تقع في جنوب شرق آسيا. ماليزيا وطننا الجميل، ماليزيا وطننا العظيم، ماليزيا ماليزيا في قلبي أحب ماليزيا. أيها المستمعون الكرام، هيا نتعرف. ماليزيا مكونة من 14 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية، عاصمتها كوالالمبور. حصلت ماليزيا على الاستقلال في 31 من شهر أغسطس 1957 سنة. تعد اللغة الملاوية لغة رسمية والإسلام دينا رسميا. سكان متعددة يعيشون في الأمن، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها المستمعون الكرام، لا شك أن ماليزيا من أشهر الدول السياحة. قد وصل عدد السياحة في ماليزيا إلى ما يقارن 7 ملايين سائح سنويا. لماذا أيها الأصدقاء؟ لأن ماليزيا تشتهر بالسياحة البيئية الطبيعية والسياحة التاريخية والسياحة العالمية كوالالمبور. إذن ليس هناك الأماكن أخرى سوى